من اهم الروافد اللي بتعتمد عليها الانديه الكبيره، وزي ما حضراتكم شفتوا في اسبانيا الحقيقه يمكن حتى الانديه الكبيره زي البارسا وزي الريال ما بيعتمدوش بس على الصفقات الاحترافيه، لكن كمان بيعتمدوا بنسبه كبيره جدا على مدارس الكوره عندهم. وكتير الحقيقه من الموضوع مش مرتبط بس بتصدير المواهب للفريق الاول، لكن كمان في جزء اقتصادي بتصدير عدد كبير جدا من اللاعبين لمختلف الدوريات. اللي حصل امبارح ده مرتبط بسوء الانتقالات، بالتاكيد هياثر بشكل كبير جدا على الميركاتو. ليه؟ لانه الكبار الحقيقه خرجوا خاليين الوفاض زي ما اتفقنا، وكتير من الانديه الكبيره جدا، بكلم حضراتكم على انديه بوزن ريال مدريد، برشلونه، باريس سان جيرمان، حتى مانشستر سيتي، خرجوا بدون تحقيق لقب باستثناء المان سيتي اللي حقق الدوري الانجليزي، لكن ده يخليهم بشكل كبير جدا يعيدوا حساباتهم، لانه فريق زي المان سيتي، زي الريال، زي بايرن ميونخ، زي بي اس جي، زي برشلونه، بالتاكيد طموح مشروع بالنسبه لهم ان هم ينافسوا على دوري الابطال، زي اليوفنتوس طبعا اللي خرج خالي الوفاض من الدوري الايطالي الكالتشو ومن الشامبيونز ليج. وبالتالي هل ده ياثر على لعبه الكراسي الموسيقيه؟ هل ده ياثر على استقطاب كبار النجوم عشان الانديه دي يبقى عندها القدره على تحقيق الحلم؟ ده اللي يمكن هنعرفه دلوقتي. ونتكلم شويه على اثنين من اهم الاسماء في سوق الانتقالات السنه دي او الموسم ده، ليونيل ميسي ونجم برشلونه طبعا، وسيرجيو اجويرو اللي خلاص انهى فترته وتعاقده مع المان سيتي. هيكون معانا مارتن خينال الصحفي الارجنتيني من خلال الفيديو كونفرنس. بدايه طبعا برحب بيك على شاشه النادي الاهلي. مارتن، خليني اسالك في البدايه، ازاي تابعت ماتش امبارح بين تشيلسي وبين مان سيتي في نهائي دوري ابطال اوروبا؟ يتحدث عن فريق تشيلسي في هذه المباراة النهائية، يعني عمل مباراة كبيرة من الناحية الدفاعية والناحية الهجومية. كان مانشستر سيتي كان يتوقع ان تكون المباراه بالنسبه له اسهل من ذلك، ولكن كانت مفاجاه له بالنسبه لفريق تشيلسي. اعتقد انه الارجنتين غالبا كانت بتشجع مانشستر سيتي، لانه على اقل تقدير في نجمهم الكبير طبعا ونجم من نجوم منتخب الارجنتين سيرجيو اجويرو. هل كنتوا متوقعين النتيجه دي قبل المباراة؟ Claro, acá nosotros teníamos especial interés no solamente por Sergio Kun Agüero. يتحدث عن اللاعبين الأرجنتينيين الموجودين في نادي تشيلسي، ولكن أيضا التوجه العام بالنسبة للجمهور عندهم، وغوارديولا وجميع الموجودين الأرجنتينيين، لذلك كان بالنسبة للجميع هو مانشستر سيتي، ولكن في النهاية فاز تشيلسي وهو من يستحق الفوز. طيب بالحديث عن الفرق الأوروبية الكبيرة وعن هدفهم أو طموحهم المشروع إن هم يفوزوا بدوري الأبطال، الحقيقة كتير من النجوم الأرجنتينية أصبحت محط أنظار كتير أو عدد كبير من الأندية الإنجليزية. يعني الكلام على انتقال ليونيل ميسي كان كتير جدا، وارتبط اسمه ببي اس جي و مانشستر سيتي. الكلام على سيرجيو اجويرو اللي انهى تعاقده مع المان سيتي، الكلام على باولو ديبالا نجم الارجنتين ونجم اليوفي، والكلام على لوتارو مارتينيز اللي متالق مع الانتر. البدايه مع ليونيل ميسي، تاكيدات بانه مستمر مع برشلونه مع لابورتا. هل تعتقد انه
اخفاق مان سيتي في تحقيق بطولة دوري الابطال يدفعه لفتح باب المفاوضات مرة تانية مع ميسي لضمه املا في تحقيق البطولة؟ تمام. في البداية العام الماضي في العام الماضي كان يعتقد ويظن أن ليونيل ميسي سوف يترك برشلونة لأسباب كثيرة، ولكن أتمم هذا الموسم في برشلونة. ولكن نتحدث عن الآن، يقول أن هناك بعض الأشاعات ظهرت بأنه سوف يترك برشلونة، ومن وجهة نظري هذا الكلام غير صحيح، لأن برشلونة من وجهة نظري سوف يغير بعض نقاط الضعف في الفريق حتى يستمر معه لاعبين مميزين مثل ميسي، ولهذا يرى أنه أن ميسي لن يترك برشلونة في الوقت الحاضر. سيرجيو أجويرو أنهى تعاقده أو انتهت فترته مع بالموسم ده وبعد خسارة الشامبيونز ليج بالمان سيتي، كلام أو تقارير بتتكلم على انتقاله للبارسا وأنه سيخضع خلال أيام للكشف الطبي. ممكن تأكد لنا أو تنفلنا المعلومة؟ يتحدث هذه معلومة صحيحة 100%. بعد خسارة المانشستر سيتي يتحدث بقوة عن انتقاله إلى برشلونة. يتحدث عن انتقاله بقوة عن لبرشلونة، وهذه معلومة بالنسبة له إلى حد كبير تعتبر معلومة صحيحة 100%. طب والوضع بالنسبة لوتارو مارتينيز اللي أصبح بعد تألقه مع الإنتر واحد من أهم أهداف الأندية الكبيرة في أوروبا؟ No te entiendo la pregunta. بس السؤال عن لوتارو مارتينيز اللي بعد تألقه في مسيرته مع الإنتر أصبح هدف لأكبر أندية أوروبا، هل تتوقع أنه يستمر مع الإنتر ولا ينتقل لنادي آخر؟ حتى اللحظة ليس لدي معلومة مؤكدة عن انتقاله إلى أي ناد من الأندية. كل ما يقال سواء انتقاله إلى الدوري الإنجليزي أو أي دوريات أخرى، هذا الكلام غير مؤكد حتى اللحظة. باولو ديبالا تألق مع اليوفي لفترات طويلة جدا، الكلام عن عدم ارتياحه وخصوصا مع وجود الظاهرة كريستيانو رونالدو، هل تتوقع أيضا استمرار ديبالا مع يوفنتوس ولا بترى أنه مفاوضاته مع مانشستر يونايتد هتاخد يعني مرحلة جدية؟ مع كامل احترامي لكل الأندية، ولكن هو يرى أن باولو ديبالا يلعب بشكل جيد مع ناديه الحالي، وأن انتقاله للدوري الإنجليزي لن يكون بالأمر السهل. في وجودك معايا مهم جدا نسألك ونتابع معاك تطورات قضية مارادونا، والحقيقة يمكن تابعناها لفترة من شهور، يهمنا نعرف آخر التطورات وإيه اللي وصلت له القضية فيما يتعلق بأسطورة كرة القدم كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا.
Bueno, el tema de Maradona, بالنسبة لموضوع una figura مارادونا هو una موضوع figura réplica هو para موضوع la مهم gente جدا olvidada على المستوى de العام والمستوى Argentina. العالمي. Una comparación de vida de يتحدث عن إهمال Diego 7 من الطاقم الطبي impagables, الذي كان impagables. يعالج مارادونا في ذلك más الوقت, afectado es después de و la muerte del neurocirujano. ويقول أن الأمر الآن بيد القضاء الأرجنتيني, وبالتأكيد لو كان هناك تقصير ستكون هناك محاسبة. مارتين خينال الصحفي الأرجنتيني, بشكرك على وجودك معنا في السادسة, سعداء بالتواصل معك. ده كان كلام على أهم النجوم والأسماء في كرة القدم الأوروبية اللي بينتموا طبعا للأرجنتين. كلام كتير جدا, وتابعنا الحقيقة يمكن على مدار موسم أكتر من موسم كامل رغبة ليونيل ميسي في أنه ينهي مسيرته ويدور على بداية جديدة. كان في كلام كتير جدا عن وجوده مع بي اس جي, كان في كلام كتير جدا عن رغبة بيب جوارديولا, بل واتصالات تمت بالفعل ما بين ليونيل ميسي وما بين بيب جوارديولا انه يكون موجود مع المان سيتي, املا في انه يتوج ببطولاته وبالتالي يحافظ على مكانته كواحد من افضل اللاعبين, يبقى عنده القدره على المنافسه على لقب افضل لاعب في العالم, يبقى عنده القدره على احراز مزيد من الاهداف وتمتد مسيرته في الملاعب. لانه الحقيقه البارسا اللي احنا بنشوفه على اقل تقدير في الموسم الاخير مش هو البارسا اللي كان مع ميسي في خلال 10 مواسم ابهر فيها العالم كله وقدم فيها ميسي افضل ما لديه. كان بيعتمد, وقلت وما زلت عند رايي, انه ميسي جزء كبير جدا من اسطورته وجزء كبير جدا من قدراته اظهرها ولمحها الجيل الذهبي في برشلونه في عزه وفي مجده. بكلم حضراتكم على كارلوس بيول في الدفاع, بكلم حضراتكم على داني الفيش واحد من افضل باكات اليمين في التاريخ, بكلم حضراتكم على المايسترو الفيلسوف اندرياس انيستا, بكلم حضراتكم على تشابي, على بيسكيتس في عزه. يعني كان جيل اكتر من رائع الحقيقه, اعتقد ساهم بشكل كبير جدا في صناعه اسطوره ميسي. يبقى ما يبقاش, بس انا بشوف انه الاغلب او الاحتمال الاغلب بعد وجود لابورتا انه ميسي هيكمل مشواره مع البارسا. الكلام الاكتر الحقيقه يمكن يكون جدا يعني بشكل كبير جدا بيركز على لوتارو مارتينيز. انا بشوفه واحد من الجواهر الارجنتينيه في الملاعب الاوروبا ويستحق الحقيقه, رغم انه الانتر فريق كبير, لكن اشك انه الانتر يكون عنده قدره على المنافسه على بطولات قاريه. اذا كنت بتتكلم على بطولات قاريه بتتكلم على فرق زي البايرن, زي البارسا, زي البي اس جي, زي ريال مدريد, وزي المان سيتي. يبقى مان سيتي اللي بالمناسبه عايز اقول لحضراتكم انه بعد خسارته على طول مباشره بلحظات لنهائي تشامبيونز ليج, كانت اداره المان سيتي بتعلن دعمها لبيب جوارديولا وبتنزل على مواقع التواصل الاجتماعي بوست او تويت بتقول فيها نحن نثق بك. لو تارو مارتينيز بشوفه أهل جدا انه يلعب في اكبر الانديه الاوروبيه. يمكن يكون في رغبه من اداره الانتر بالتمسك بيه في الفتره اللي جايه, لكنه يظل واحد من اهم الاسماء. اعتقد هو مع ايرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند اثنين من اهم الصفقات, مع امبابي كمان لو حطينا الثلاثي ده, واعتقد انه ده يمكن خط هجوم ناري يمثل كمان مش بس نجوم جايه, يمكن اساطير جايه بعد مرحله كريستيانو رونالدو ولاينيل ميسي. ثلاثي اكثر من رائع, عنده كل الادوات والامكانيات ومتكامل لاقصى درجه انه يصنع اقوى خط هجوم موجود اذا كان في رغبه عند نادي ما في تفكير في ثلاثي زي امبابي, ايرلينج هولاند ولوتارو مارتينيز. اما ديبالا فقصته قصه ثانيه, لانه الحقيقه تتفق او تختلف, ديبالا كان واحد او يمكن كان اهم نجم بالفعل في اليوفي, لكن يمكن تراجع نوعا ما شويه بعد وجود او بعد وصول كريستيانو رونالدو. الايام اللي جايه هتحمل الكثير الحقيقه, اما انه كريستيانو هيكمل المسيره, وفي الحاله دي اتوقع بشكل كبير جدا انه اليوفي يستغنى عن باولو ديبالا, اما في حاله رحيل رونالدو فاعتقد انه المسيره تستمر. فاصل ونتواصل مع حضراتكم في السادسه مره ثانيه.